وحول هذا الموضوع أوضح سعود إبراهيم أخصائي تفتيش في إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، أوضح أن الوزارة قامت بوضع خطط لتغطية أكبر عدد ممكن من الأسواق التجارية في كافة محافظات المملكة، وذلك للتأكد من وفرة السلع الغذائية واستقرار أسعارها. في ظل توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وقرار مجلس الوزراء بتكليف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتشديد الحملات الرقابية على الأسواق التجارية خلال هذه الفترة، وباهتمام مباشر من سعادة الوزير السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، قمنا بوضع خطط لتغطية أكبر عدد ممكن من الأسواق التجارية في كافة محافظات مملكة البحرين. متواجدين حاليا مأموري الضبط القضائي في الفترة الصباحية والمسائية، وبالأخص في الأسواق المركزية للرقابة والتأكد عن قرب من وفرة السلع الغذائية للمستهلكين واستقرار أسعارها. طبعا احنا نتحقق من عدة أمور عند زيارتنا وتواجدنا في الأسواق، كعدم الاحتكار وعدم اختلاف الأسعار بين رفوف العرض ونقاط البيع أي رصيد الشراء. طبعا يتواجد مأمور الضبط القضائي وتتم عملية المعاينة على هيئة مستهلك طبعا.